النادي الافريقي والملعب التونسي ديربي العاصمه ما شاهدناش فيه كيف كيف برشا كره. نهايه المباراه بالتعادل مع غضب جماهيري كبير على اداء النادي الافريقي. يوسف، هو النادي الافريقي بطبيعه الحال وقت اللي ما يربحش فما الغضب على نتاع الجماهير، خاطر الجماهير نتاعهم بالنسبه ليهم النتيجه هي اللي تسكت، مش تسكت معناها ترضي الجمهور نتاع النادي الافريقي. لكن المقابله في حد ذاتها ما كانتش على مستوى كبير ياسر، وشفنا الفريقين لعبوا على 60 و70 متر، ما فماش هكل البلوك نتاع اللي يحب يعمل الدفاع، خاطر يحب يعمل الدفاع يجمع وقت الكره تاتاك هو يطلع. لا، بالنسبه للتونيزيان ما طلعتش، وكيف كيف لي جوار نتاع الكلوب افريكان وقت اللي الكره تطلع للقوم تاعهم هما ما يرجعش، يقعد في البوزيسيون داتاك. حب يقول ولا الفريق في حالات اكثر يلعب على 70 متر، هاك لفيت سيربريز والفيتيس ديكزيكسيون مفقود. تولي هنا الدوميناسيون نتاع الكوب افريكان عقيمه، ولات ظاهره، خاطر الباس ولا التليفوني، وقت الباس يتعطى لزميله ولا التليفوني فما وقت. وهذا اللي ما خلى اللي حتى الفرص اللي جاوا النادي الافريقي ما كانت فيهم نسبه نجاح، وغلطوا في حالات. علاش قلت انا في طريقه اللعب؟ طريقه اللعب لازم تستمر على مستوى تطبيق النادي الافريقي باش يولي الاوتوماتيزم تاعو يكون اكثر في نجاعه على مستوى المردود الفردي والجماعي. احنا هذه ما شفناهاش وما نجموش نشوفوها اذا اللعب يكون متقطع ويكون بعيد ياسر على بعض. اما اللي يحب يقرا طريقه اللعب ظاهره، ولا طريقه اللعب واضحه، فما طريقه لعب. لكن ما تنساش راهو فما لاعب اللي كان يعمل فارق ما يلعبش، اللي هو على شيره اليمين نتاع النادي الافريقي غايف. لا سرافي كان يعمل لا ديفيرونس، راهو كان يعمل لا ديفيرونس. معناه لي دو جوور اللي يعملوا اون اتاك اللي هو العبيدي و وش اسمه ليترونجي ايدو صعيب ياسر باش يكونوا كومبليمونتير، صعيب باش يكونوا كومبليمونتير. انا هذا اللي كونوا الدوميناسيون نتاع دو جو نتاع الكلوب ما ظهرتش. والستاد تونيزيان الى كاريمون لونترونور الى جوي كاريمون لا سيكوريتي توتال سيكوريتي توتال، معناها ديما اون بوزيسيون اون بلاس ما نخسرش الديفونس نتاعو اون بلاس. لا ما نقولوش ما يخسرش، نقول لك الطريقه نتاعو اختار. هو قال حتى في الندوه الصحفيه قال انه جينا على الربح ولكن ما نحبش نخسر. اكزاكتومون، بالنسبه لي ما حبش يجازف ويخلي الديفونس نتاعو في حاله ديزيكيليبر. اعرف قعدت التالي ولو هو يعمل هجمه مرتده ما يطلعش، كما قلت تكلمت قبليك انا اللي كونه على زملائنا يا الاولاد حاولوا باش ريسبكتي البلوك وانت كره عندك، اما تهاجم ولا تدافع، ومش بالضروره تدافع في الكوم تاعك.